صباح الخير لجميع متابعينا في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث يسود الطقس غالبا صافي، 26 درجة مئوية، الملموسة 25، الرطوبة حوالي 60%، والرياح تكون معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون ممتاز. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تسجل إربد 27 درجة مئوية كحرارة العظمى، أما الصغرى 17 درجة مئوية، عجلون 25 إلى 17، جرش 27 إلى 18، والمفرق رياح نشطة مع 28 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 29 إلى 18، البلقاء 26 إلى 17، عمان 26 إلى 16، ومأدبة 27 إلى 16، والبحر الميت طقس حار تفرق لبعض الغيوم مع 34 إلى 25 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 26 إلى 16، الطفيلة 27 إلى 15، الشوبك رياح نشطة 24 إلى 14، معان أتربة مثارة 28 إلى 16، والعقبة طقس حار 38 إلى 26 درجة مئوية. نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية، حيث تشهد هبوب لرياح غربية نشطة السرعة تعمل على إثارة الأتربة والغبار في عموم هذه المناطق. درجات الحرارة تكون حول 32 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى تكون بين 17 و18 درجة مئوية في كل من الأزرق والصفاوي ورويشت. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.